السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الجليل العجوزي من سكان الحارة دربسوس. تنشكروا القناة ديالكم مغارب نيوز للبيتوني ديالنا، وجيتوا باش تسمعوا وتشوفوا المعاناة ديالنا اللي كنعيشوا كل نهار. راه عينا ما نهضروا، عينا ما نغوتوا على هذه المهزلة هذه وهذه المزبلة، هذه المزبلة اللي كاينة هنايا. هذه الطرب وهذه الزبادة ما يفوق على عام وهو هنايا، وعينا ما نغوتوا تحت ما تصنت لينا هنا. ولا العمس كيخرجوا لنا الحناش والعقارب، ولينا مهددين، ولا سيما هذا الشيء جا العمس يقابل مع المسجد مع بيت الله. كون كان في شي بلاصه اخرى غير بيت الله كنت تحيد، مع حدا بيت الله نعم سيدي. وراه كنعاني وليدنا كيعانيو، وكان هنا مجموعه ديال الطيور رايبين وخلاوهم هكاك، اصبحوا عباره عن وكر الدعاره ومخبأ للمنحرفين. عينا ما نغوتوا، عينا ما نغوتوا، درنا شكايات سنوات حنا كنديروا في الشكايات. شحال ديال الطيور هنا رايبين، دابا اللي مخر وبغى يتخبى كيتخبى تم، اللي بغى يمارس الرذيله كيتخبى تما، وراه ما كانش اللي تصنت لينا. وراه ديما المشاكل كاينين تما، غوتنا غوتنا وما كاين اللي تصنت. تنطلبوا منكم الله يجازيكم بخير، توسطوا لي داعنا على المسؤولين ويرفعوا عنا الضرر، راه حنا مضرورين بزاف. وتنهضر بسميه الناس ديال الحاره، الله يجازيكم بخير، حنا راه مضرورين بزاف، وليداتنا مضرورين، كاين الضرر هنا بزاف. الطيور هنا اللي الى السقوط كاينه بزاف، غاتجي كيف غاتشوف معايا الطيور هنا رايبين، الطيور رايبين وخلاو داك الشيء هكاك، بقاو على عباره عن بيوت ما عندهم السقف. تما المنحرفين اللي تخباو تيجيو الناس يديروا اجرام في قنت بعيد، كيجيو كيتخباو هنايا. دابا اللي بغا يخرج بالليل ولا الصباح بكري تيخاف على راسو، ولادنا تيبغوا يخرجوا يتقداو، عيالاتنا والعيالات ديال الدرب كلهم كلشي تيخاف. الله يجازيكم بخير، حنا مضرورين. وبخصوص هذه المزبله هذه هي راه ما يفوق على عام وهذا الشيء محطوط هنا. اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر، راه متكي على الجمع على بيت الله. الله يجازيكم بخير، بغينا المسؤوليه تصنتوا لينا ويرفعوا عنا الضرر، راه الشيء ولا تيخرج منه السم والعقارب. الله يجازيكم كيف قلت عاود تنعاود نقول، دوك الطيور اللي ما يفوق واحد الدار راه كاينه تما رقم تنظن واش 48 ولا ما عرفت شحال، ما يفوق على شي 6 سنين وهي رايبه. وكر الدعارة والفساد والمجرمين والمنحرفين تما تيظلوا مخبيين، عينا ما نغوتوا. هاد الناس باغا يتحركوا حتىش غتحشي روح ولا شي حاجه، ما خبرتونا حنا، خبرنا وخبرنا والجمعيه تاع الحاره دربسوس دارت الشكايات شحال من مره وما كاينش اللي تصنت. الله يجازيكم بخير، بغيناكم ترفعوا عنا الضرر. وراه باقي واحد الحيط تما تاع الدار اللي قلت لك آيل السقوط راه واقف على وجهك، البركه اللي شاده عينا، بغيناهم غير يريبوه، ما كاين اللي تصنتنا. الله يجازيكم بخير، وتنتمناو منكم توصلوا لنا النداء ديالنا المسؤولين. الله يجازيكم بخير. انا من السكينه ديال دربسوس. اخويا التراب هذا راه تقريبا ماشي 3 شهور هذه من قبل كورونا، راه هو تيجيب لنا هنا الزبل، والناس الساكنين هنايا راه يعني راه الناموس وكاين هنا بيت الله. وهاد الدار هادي راه تقريبا هادي راه كانت بطيح على واحد الناس، هاد الدار هادي راه ذاك النهار كانت بطيح على شي دراري صغار كانوا تيلعبوا هنا، وراه الدراري الصغار تيلعبوا هنايا وكلشي. ودابا راه التراب هذا راه تيجمع النفايات وتيجمع الناموس، والناموس راه دابا راه غادي الحال تيسخن. وهاد التراب هذا راه تقريبا هو راه شي 3 شهور قبل كورونا، وكاينين شجور لداخل تيتجمعوا فيهم ناس ماشي ديال الحكومه تتسمى علينا حنايا، وتيتمجي بنادم من على برا تيتمجي تمايا، تتولي واكر ديال الدعاره، تيولي الناس تما جي اي قرعه باش تشرب ولا شي حاجه، هادشي تما كلشي هو راه هادشي راه حشومه. يعني راه بيت الله كاين هنايا، والناس هادا تسمى عليهم ساكن هنا في الحاره. حنا راه الحمد لله راه الحومه وحده، وتنقول غير الخير للحومه. يعني هادشي تنطلبوا السلطات يحيد لنا الله يرحم والدينا هاد التراب. وراه كاينين التراب عاوتاني هنا حدا واحد الساكنه اخرى حتى هي، وراه لا اله الا الله. يعني هادشي راه خاصو يديروا ليه شي حل اخويا، الله يرحم الوالدين. المشكل اللي عندنا هو تاع هاد الزبل وهاد الشيء والعقارب والطوبات وهاد القيامه اللي ولات عندنا هنا، والداخل هادشي راه كثير، والشمكاره وشي ناعس هنا، شي تطيب هنا، هادشي راه مشكل كثير هذا. والناس تعمات شنو هنا والويل، والناس مراض، الناس كبار، هاد الشيء راه كثير. وقدام الدار والناس عندهم الدراري صغار، وهاد الشيء هاد الشيء راه كثير. تنطلبوا يعيدوا لنا هاد الشيء، راه عام هاد الشيء هو هنا. واش حنا بغينا نبقاو في هاد الشيء؟ العروبيه ما فيهم هاد الشيء، هادي مدينه زعما، هادي هي الحاره حدا البلوك حدا البومبيه حدا القيامه، هاد الشيء راه كثير هاد الشيء اللي دايرين لنا. وهاد الشيء راه محشوب على كيلز على حيشتوي ها انت وكل شيء. وغارقين. هذا هو زعما قال لك بايزو بايزو، راه ما كاين لا والو.
لا مقابله لا والو، لا يتسول ولا والو. يجي يشوف غدا غادي نهزو الغد ليه، مشات الشركه بحال هكا وبقينا حنا هكا غارقين، ما كاين والو على عام وهذا الشيء محطوط هنا. كاين شي حاجه كان تطريب الدار تيهزو التراب، درك التراب هنا والتراب ليه والتراب ليه، والناس غارقه. طاح واحد الحيط طاح واحد الحيط طاح هنا، الدراري حيدوه من الطريق. وكيبغي يديروا لهذا الشيء؟ شكون اللي بغا يقابلوا؟